فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دفعت مالا لأربعة رجال ليحجوا به، ولكنهم لم يستطيعوا الحج لانتهاء مدة التصاريح، فأرجعوا لي هذا المال. سؤاله: هل يجوز لي أن أنتفع بهذا المال الذي أرجع إلي، أم هو وقف لا يصح لي أن أنتفع به؟ ما دام ما نفذ فهو على ملكك، ما دام ما نفذ فهو على ملكك، ما خرج عن ملكك تنتفع به. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.